جزاكم الله خيرا. ما حكم الالتفاف في الصلاة وما حكم الالتفات في الصلاة وما حكم الضحك في الصلاة؟ الالتفات في الصلاة لا يجوز، لكن إن كان الالتفات بالبدن من غير عذر فإنه يبطل الصلاة، كما لو استدبر القبلة أو انحرف عنها كثيرا صارت إلى جنبه من غير عذر شرعي إن صلاته تبطل، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. أما الالتفات اليسير بالرقبة فقط فهذا يكره، هذا من مكروهات الصلاة ولا يبطلها. وأما النافلة للمسافر فله أن يصلي أينما توجه في سفره، يصلي النافلة أينما توجه ويعفى من استقبال القبلة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة له للتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يصلي بالليل وأينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام. الضحك يحفظكم الله، يسأل عن حكم الضحك. الضحك إذا ظهر صوت كالقهقهة ونحوها بطلت الصلاة، لأنه من نوع الكلام في الصلاة. أما إذا كان مجرد تبسم فإنه أيضا لا ينبغي، يكره، لأنه يدل على الغفلة عن الصلاة والتفكير خارج الصلاة، فيتجنب الضحك بنوعيه، التبسم والقهقهة.